حنا حزب تنتعاملوا بطريقه حضاريه، لان بغينا بلادنا يترسخ فيها الاختيار الديمقراطي بناء على برامج، بناء على مرشحين مناضلين حقيقيين ما تتبعوا ما تتشراوا، وبناء على انه نحلوا الفرصه للاراده الشعبيه باش تعبر عن نفسها بالطريقه الحضاريه. فبالنسبه لنا مره اخرى حزب العداله والتنميه ينجح، والنتائج ان شاء الله الرحمن الرحيم ستكون ايجابيه، وحنا مع الشعب ديالنا مع الوطن ديالنا الى الامام لمزيد من التقدم، الى الامام لمزيد من ترسيخ الاراده الشعبيه، والى الامام من اجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي. الخروقات هي ديال الفلوس، ديال الفلوس. راه هذا النهار العمل اللي كان ديال الليجان ديال اليقظه ديالنا كان بالدرجه الاولى في بعض المراكز اللي تيكون فيها جيوب ديال التوزيع ديال الاموال، هي اللي حاربناهم اولا باللجان ديال اليقظه وبالشكايات الموجهه للسلطات والشكايات الموجهه للقضاء. حنا تنسلكوا الطريق ديال القانون، للاسف خصومنا لا يملكون الا المال، وهذا الشيء هذا عيب، لانه اولا يمس بالاراده الشعبيه ويهين كرامه المواطن. ولكن انا تنتمنى واعتقد سيكون الامر كذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم، تنتمنى باش الشعب المغربي يلقن درس لهؤلاء وتذهب اموالهم عليهم حسرات. اذا حزب العداله والتنميه لم يحصل على المرتبه الاولى، الشيء الذي لا اتمناه، لان احنا قمنا بحمله وعندنا حصيله وعندنا برنامج باش نحصلوا على المرتبه الاولى. الا ما حصلناش على المرتبه الاولى انا شخصيا، لانه باش ما نتكلمش لانه كاين مؤسسات في الحزب، انا شخصيا احبذ ان نذهب الى المعارضه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.